الحاجة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها ودي حاجة مهمة جدا 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 برضي برضي أنا كان بس تبقوا عارفين إعلام مضلل كذاب. فاكرين لما طلع الصاقط فاكرين لما طلع الصاقط وقال لك أعالج مؤمن زكريا على حسابي، ورحت قلت له روح عالج سعد محمد وعالج اللاعب بتاعك وبطل متاجرة. أهلي نادي عظيم ونادي محترم ومؤمن زكريا زي الفل والنادي مش متخلي عنه. فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ راحوا خلوا سعد محمد آلية، قالوا خلوا سعد محمد آلية، خلوا سعد محمد آلية. قال لك الكلام اللي قاله عبد الناصر كله لا أساس له من الصحة ومحدش مقصر معايا. وطلع الساقط قال لك ولد اداله كذا وبنت ادته كذا وفضحوا الولد. الواد امبارح طلع سعد محمد ابن سوهاج المحترم طلع واخد بال حضرتك واتكلم في اللي انا قلته من شهور وكذب كل هؤلاء الفشلة اللي هم ايه اللي هم طراطير طراطير العصر طراطير العصر وليسوا اعلاميين العصر. بص سعد محمد المصاب بالسرطان، شايف اهو سعد محمد المصاب بالسرطان في الزمالك، الكل تخلى عني الكل تخلى عني. استاذ عبد المنعم هو انت بتخش بعد اذنك يعني بتخش اللايف بنقضيها كلام ولا بتسمعنا ولا ايه النظام يعني؟ بس انا عايز افهم يا جماعه بعد اذن طارق شاهين واصدقائي المحترمين، يعني انا يعني عايز افهم الاستاذ عبد المنعم بيخش يتكلم مع الناس ويشتتهم ولا بيخش يسمعنا في اللايف ولا نعمل ايه؟ بس على كان محضرك حد وبعد كده انتوا تزعلوا، مش عايز احضر حد وبعد كده حد يزعل. يعني احنا ناس محترمين وناس افاضل وزي الفل، ولكن مش هينفع الحوارات الجانبيه يا جماعه او نقعد نشتت الناس وكاننا احنا يعني ملناش لازمه معاكم يعني بعد اذنكم يعني عشان بس نركز في موضوعاتنا. بعد اذنكم يعني، لان انا شايف ان الاستاذ عبد المنعم بيخش يضحك ويتكلم مع الناس وما بيعملش اي حاجه غير انه يشتتنا ويشتتنا انا بالذات. فرجاء شخصي يا جماعه، يعني رجاء شخصي رجاء شخصي يعني كان محظور حد وحد يزعل. اللي عايز يتكلم يروح يتكلم بقى يكلم اصدقائه في الشات عنده، احنا هنا بنشتغل بما يرضي الله ويا ريت تساعدونا على ده. بعد اذنكم يعني سعد محمد امبارح فاجأنا بتصريحات مهمة جدا 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 جدا، فاجأنا بتصريحات مهمة جدا 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 للغاية. بص قال لك ايه سعد محمد المصاب بالسرطان، محدش بيسأل عليا من الزمالك وانتظر المساعدة من وزير الرياضة. انت ما قالش الكلام ده تصريحات، لا ده الكلام ده قاله في التلفزيونات كمان. اه بص حضرتك، كشف سعد محمد لاعب نادي الزمالك الشاب المصاب بالسرطان اخر تطورات رحلته اخر تطورات رحلته العلاجية، حيث فاجأنا وفاجأ الرأي بإيه بقى؟ قال سعد محمد في تصريحات تلفزيونية، علاجي في سنة ونصف من السرطان تكاليفه باهظة، وأتعالج على نفقة الدولة وأتناول أدوية من الخارج ب 30,000 جنيه.
أتناول أدوية من الخارج ب30,000 جنيه، وأضاف الزمالك ماطل في تحمل تكاليف علاجي بالسرطان. إيه، هتشتموني على الغلبان ده المريض بالسرطان؟ ولا هتطلعوا تقولوا كذاب وأفاق وبيقبض من قطر وأبو سنيدة ومرتشي والكلام ده؟ إيه، ما تتقوا ربنا يا إعلام القراطير، ما تتقوا الله في الغلابة. إيه ده حضرتك ما يستاهلش منكم وقفة؟ ولا ايه بقى النظام؟ ولا كان عبد الناصر اتكلم عنه يبقى لازم، مش هو ده اللي اجبرتوه انه يطلع يتكلم ويقول لي عبد الناصر ده ملك دعوه بيا؟ لما قلت للصاغب هو وعياله بدل ما انت شغال بتقول اعالج مؤمن زكريا روح اعالج سعد محمد؟ مش ده اللي حصل ولا ما حصلش؟ شوف بعد كام شهر ربنا بينصرني عليكم، لكن والله العظيم ما اغلط فيكم لانه ما تستاهلوش ان انا الوث اسمي بيكم. والله العظيم ما تستاهلوا ان انا الوث اسمي انه يجي جنبيكم او الوث لساني بيكم. اهو غلبان عنده السرطان، حالة تحزن وتبكي، لا حول ولا قوة إلا بالله يا أستاذ علاء. أهو عنده السرطان بيقول لك ضحكوا عليا ومحدش بيصرف عليا. لما كتبت أنا قلت له ملك دعوة، لما كتبت أنا وقلت له ملك دعوة بمؤمن زكريا وروح عالج الواد الغلبان، راحوا قالوا للواد صرح وقول لعبد الناصر زيدان ملكش دعوة. الواد يا عيني أجبر هو وابوه، وراح كتب عبد الناصر زيدان بيتكلم غلط، وعبد الناصر زيدان بيصفي حسابات شخصيه، وانا ما مقصرنش معايا. رحت انا قلت له ايه يا عم، انا مسامحك انك انت تكذبني، بس يا رب يا سعد ما يقصروش معاك. وقلت يا عم مسامحك، حتى لو كتمتني يا سعد انا مسامحك، حتى لو كتمتني انا مسامحك. قلت له كده وحضراتكم تشهدوا، قلت له حتى لو كتمتني يا ابني انا مسامحك، بس يا رب يعملوا معاك اللي عملوا الاهل مع مؤمن زكريا، يا رب يعملوا معاك اللي عملوه الاهلويه مع مؤمن زكريا، لان دول رجاله بيتقوا الله محترمين، واللي هناك اونطجيه قراطير قراطير يا سعد. وقلت لك هيبيعوك يا ابني. انا مش بتكلم دلوقتي اتشفى ولا اقول ان انا طلعت صح، لا حاشا وكلا، والله العظيم زعلان، وزعلان على سعد جدا، وقلت لكم الايام بيننا وانا ما قلتش حاجة الحمد لله الا وربنا نصرني، قلت الايام بيننا، قلت الايام بيننا. انا دلوقتي احتراما لسعد، لعجيب الكلام الفيديو اللي انا قلته، ولا عجيب التويتر اللي انا كتبتها، ولا عجيب الكلام اللي قاله سعد، ولا لما ابو سعد رد عليا وسعد رد عليا، احتراما لسعد ولمرضه، لان احنا لسنا في مضض او في موقع مين الصادق ومين الكذاب، احنا عايزين نقف جنب الولد. بص قال لك ايه، الزمالك ماطل في علاجي، بس عايز اقول لك يا سعد ما تقولش الزمالك، قول اللي ضحكوا عليك هم اللي مطلوا في علاجك، الحرامية اللي سرقوا النادي، الأفاق اللي عامل نفسه هو حصن النادي ودرعه سيفه وهو راجل ملوش أي لازمة، هو واللي حواليه. ما تقولش الزمالك، لأن الزمالك عظيم والزمالك محترم. مطلوا في علاجي رغم تقديمي تقارير طبية، والوحيد اللي بيسأل عليا واللي كان بيساعدني هو الكابتن اسماعيل يوسف، وشيكابالا وطارق حامد تواصل معي، ودلوقتي محدش بيسأل فيا خالص، لا اسماعيل ولا طارق ولا شيكابالا. وتوقعت ان يتواصل معي وزير الشباب والرياضة ولكن لحل ازمتي، ولكن حتى الان لم يتواصل. اهو ادي تصريحات سعد محمد يا جماعة، وانا مش عاجب له فيديوهات
على كان خاطر لا اجرح احاسيس احد، لان الولد كان بيبكي وكان بيتكلم كلام مزعج للغايه. انا اكتفي بتصريحات اللي نقلها اليوم السابع، ونقلها موقع القاهره 24، ونقلها موقع الوطن، ونقلتها كل المواقع الرسميه. ايه رايكم بقى يا طراطير؟ يا طراطير ايه رايكم بقى؟ ايه وقته ولا مش وقته؟ ايه ما تقولوا كلمة حق؟ طب قولوا برافو يا خطيب، قولوا الله ينور عليك يا بيبو، قولوا الله يبارك لك يا اهلي. اللي خلى مؤمن زكريا في مرضه نجم العالم، حتى ان مراته بتقول تقدم مؤمن زكريا في حالته يعود للحالة النفسية اللي الاهلي عملها له. يعني الحالة النفسية اللي الاهلي جمع عليها الناس حوالين مؤمن هي سبب رئيسي في تقدم مؤمن علاجيا، وربنا يتمم له الشفاء على خير. فين حق سعد محمد يا طراطير؟ يا طراطير فين حق سعد محمد؟ يا ريت يكون بيسمعنا الكابتن مجدي عبد الغني، يا ريت يكون بيسمعنا الكابتن مجدي عبد الغني. يا جماعه ارجوكم لو بيسمعنا كان لاعيبة جمعية اللاعبين المحترفين والكابتن مجدي عبد الغني لا يتأخر أبدا في الخير. أنا على فكرة مش عايز أعمل مداخلة مع سعد، حتى لا يفهم إني أنا عايز أخد بنط على حسابه. لا عايز أعمل مداخلة ولا عايز أجيب الكلام اللي أنا قلته ولا كلام سعد اللي فات، لا 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 لا، أنا يكفيني بس أقول لهم اتفضحتوا. اتفضحتوا وروحوا عالجوا الود وقفوا جنبه لوجه الله. وقفوا جنبه لوجه الله. كل الأندية فيها كده يا أستاذ أحمد عبيد، ولكن أنا بتكلم على موقف لما قلت سندوا الولد قال لك إحنا مساندينه وأنت بتحاول توقع بيننا ما بينه. بعد كام شهر الود قال نفس كلامي. فربنا يكفيك يا سعد، وأنا بطالب الكابتن مجدي عبد الغني بالتدخل، وبطالب معالي وزير الشباب والرياضة بالتواصل معه.